الآب والابن الروح القدس إله الواحد أمين. بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال لك، واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده، وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحد في تلك الأيام بشيء مما أبصروه. لربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. قصان طيبين النهاردة ليلة عيد سيدي، وهو عيد التجلي The Transfiguration Feast. وقصة التجلي وردت في إنجيل معلمنا متى إصحاح 17، وإنجيل معلمنا مرقس في إصحاح 9، وإنجيل معلمنا لوقا برضو في إصحاح 9. وقصة التجلي ليها معاني كتيرة وليها أهمية كبيرة في حياتنا وفي حياة الكنيسة. عايز أتكلم عن موضوع التجلي ولو باختصار عشان الوقت، لكن قبل ما أتكلم عن التجلي عايز أقول أن الرب يسوع المسيح هو كلمة الله المتجسد. صحيح أنه أخلى ذاته وصار في صورة العبد والناس شافوه كإنسان، ولكن الكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً. ففي قصة التجلي بنشوف الرب يسوع المسيح في لمحات من مجده. ظهر المجد بتاعه على جبل طابور في حادثة التجلي. موضوع التجلي من الموضوعات الهامة في الإيمان المسيحي، واستخدمها القديس بطرس الرسول عشان يثبت مصداقية رسالة الإنجيل، عشان يثبت مصداقية رسالة الإنجيل The truthfulness of the gospel message. Saint Peter used the incident of the transfiguration to prove the truthfulness of the gospel of the message. ففي رسالة معلمنا بطرس الإصحاح الثاني في عدد 1:16-18 يقول: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. فبطرس الرسول بيقول
احنا لما بشرناكم بالانجيل ما كناش بنخترع حاجات خرافات، لكن احنا بنتكلم على حاجة حقيقية، لان احنا شفنا بعينينا. طبعا بطرس كان واحد من التلاتة، بطرس ويعقوب ويوحنا، بيقول احنا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وعرفناكم بمجده، لان احنا نفسينا شفنا الكلام ده بعينينا، لان احنا كنا معاه على الجبل المقدس وشفنا المجد والكرامة اللي من الآب السماوي لابنه الحبيب، وسمعنا الآب السماوي نفسه بيتكلم وبيقول هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا استقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، يعني من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء اسكننا معه على الجبل المقدس. فحادثة التجلي هي إثبات لصحة رسالة الإنجيل، ولما نقول إنها إثبات لصحة رسالة الإنجيل فهي إثبات لكل العقيدة المسيحية، وإثبات لموضوع الفداء، موضوع الخلاص، لأن بطرس الرسول بيقول إن إحنا شفناه بعينينا وإحنا سمعنا اللي حصل على الجبل المقدس. بتبتدي قصة التجلي إن الرب يسوع أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا، وفي إنجيل القديس لوقا في إصحاح 9 في عدد 28 بيقول وصعد إلى جبل ليصلي. فالحكاية ابتدت ان الرب يسوع اخذ ثلاثة من تلاميذه طلع على الجبل علشان يصلي. فالحكاية ابتدت بالصلاة، ابتدت بالدخول في حضرة الله الآب، اخذهم معاه الى حضرة الله الآب في الصلاة. فأي تجلي احنا بندور عليه لحياتنا، واي سمو احنا بنبحث عليه لحياتنا، وأي رقي إحنا بندور عليه لحياتنا بيبدأ بحياة الصلاة. الإنسان هيفضل إنسان ترابي، والإنسان هيفضل إنسان مادي، والإنسان هيفضل إنسان عادي لغاية ما يتعلم إنه يدخل ويقف قدام ربنا في الصلاة. ولما يقف قدام ربنا في الصلاة تتغير طبيعته، لأنه بينتقل من صورة إلى صورة، من مجد إلى مجد خلال وقفته قدام الله في الصلاة. فلما أخذهم فوق الجبل علشان يصلي بيقول تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. ده معلمنا ماري متى في إصحاح 17 على 2 بيقول الكلام ده. تغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. نفس المنظر ده شافه القديس يوحنا في سفر الرؤيا، حاجة مشابهة في رؤيا 1:14 يقول أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنه محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. فالرب يسوع المسيح ظهر في مجد قدام الثلاث تلاميذ على جبل طابور، وظهر أيضا للقديس يوحنا الرائي في سفر الرؤيا. عايز يقول لنا إن الهيئة بتاعتي كإنسان وكرجل أوجاع ومختبر الحزن دي كانت هيئة أنا خدتها بصفة مؤقتة من أجل خلاص البشرية. لما قارن هذا المنظر في المجد وقارن صورة المسيح على الصليب تستغرب. يعني أشعياء في 53:2-3 يقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر مخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به.
فصورته على الصليب كانت صورة فيها إخلاء للذات، ولكن صورته الحقيقية كابن الله وكلمة الله هو ابن الله الممجد الذي في مجد أبيه. صورته اللي ظهر بيها على جبل التجلي، وصورته اللي ظهر بيها للقديس يوحنا في سفر الرؤيا في إصحاح 1. فتغيرت هيئته قدامه وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وبعدين ظهر اتنين معاه في لوقا 39، يقول وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. فموسى وإيليا ظهروا مع الرب يسوع على جبل التجلي وهما الاثنين في مجد. والحاجة العجيبة إن كان في موضوع معين بيتكلموا فيه، وهذا الموضوع قال عنه معلمنا لوقا اللذان ظهر معه بمجد وتكلم، يعني موسى وإيليا اتكلموا مع الرب يسوع عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. الحقيقة لو رحت للنص اليوناني كلمة خروجه مقصود بها موته، يعني خروجه من الجسد، موته، موته بالجسد. يعني موسى وإيليا ظهر بمجد وقعدوا بيتكلموا عن مع الرب يسوع عن تدبير الفداء وعن اللي رايح يعمله في أورشليم وعن الصليب وعن الموت وعن القيامة. لأن طبعا موسى وإيليا هما الاثنين عارفين كل الحاجات دي بالروح القدس، وتنبأوا على الحاجات دي بأكثر من صورة. لكن ليه موسى وإيليا؟ طبعا دي ليها تأملات كثيرة وتفاسير كثيرة. فالبعض قال موسى وإيليا، موسى يمثل المتزوجين وإيليا يمثل البتوليين، عايز يقول إن البتوليين متزوجين لهم نصيب مع الرب يسوع. موسى كان حليم وإيليا كان ناري. موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الناموس. موسى وإيليا والرب يسوع كل واحد فيهم صام 40 يوم، ففي حاجة مشتركة بين التلاتة. في تفاسير كثيرة في هذا الموضوع، وفي تأملات كثيرة عن هذا الموضوع. موسى تنبأ عن مجيء الرب يسوع وقال يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. وإيليا كتب عنه أنه هيجي في آخر الأيام قبل مجيء الرب يسوع، قبل مجيء يوم الرب العظيم. والرب يسوع فسر الكلام ده أن إيليا قد جاء فعلا وعملوا به كل ما أرادوا، وكان يقصد عن يوحنا المعمدان اللي جاء بنفس الروح أو روح القدس اللي كان موجود في إيليا. موسى وإيليا طريقة موتهم غريبة، أو نهاية أيامهم مش موتهم، نهاية أيامهم غريبة. لأن موسى مات والرب اللي دفنه بنفسه، ما حدش عارف مكانه فين. وإيليا ما ماتش، لكن الرب أخده في المركبة النارية، ما حدش عارف هو راح فين. فنهاية الاثنين نهاية غريبة. الحقيقة كل التفاسير دي جميلة وليها معاني حلوة لطيفة، لكن أنا عايز أركز على تفسير مهم قوي في هذا الموضوع، إن موسى يمثل الشريعة وإيليا يمثل الأنبياء. موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء. ومعروف ان الناموس والانبياء شهدوا عن الرب يسوع وعن مجيء الرب يسوع وعن الخلاص اللي كان الرب يسوع جاي يصنعه. فوجود موسى وإيليا مع الرب يسوع على الجبل بيؤكد ان ده المسيح اللي كتب عنه
الناموس والأنبياء. لما فيلبس وجد نسنائيل قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فوجود موسى وإيليا مع الرب يسوع على جبل التجلي هو شهادة سماوية عجيبة فريدة من نوعها، أن هو ده المسيح اللي شهد عنه الناموس والأنبياء. ده مش بس هو ده المسيح اللي شهد عنه الناموس والأنبياء، ده هو ده المسيح اللي حقق وتحقق فيه كل أقوال الناموس والأنبياء، وكل طقوس الشريعة تحققت في شخص ربنا يسوع المسيح. معلمنا بولس الرسول ما فاتش عليه الحكاية دي، فاتكلم عنها في رومية 3 في عدد 21-22، قال أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. يعني بولس الرسول عايز يقول إيه؟ صلاح الله أو بر الله righteousness of God كان مكتوب في العهد القديم وكان مشروع في العهد القديم من خلال الظلال the shadow بتاع الناموس the law and the prophets، خلال الناموس والأنبياء. ولكن لما جه الرب يسوع بالجسد تحقق هذا البر مجاني في شخص الرب يسوع، مشهود له من الناموس والأنبياء. فحضور هنا موسى وإيليا مع شخص الرب يسوع على الجبل إشارة خفية بيقول إن هو ده اللي من خلاله إحنا نبقى أبرار، هو ده اللي من خلاله إحنا ناخد النعمة عشان نبقى أبرار في نظر الله، هو ده اللي من خلاله يتحقق كل الخلاص اللي كتب عنه الناموس والأنبياء. والعجيب ان موضوع الحديث اللي اتكلم فيه موسى وإيليا مع الرب يسوع في ظهورهم معاه هو موضوع خروجه من أورشليم. يقول كده زي ما قلت لكم من شوية، تكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. طبعا أورشليم معروف دي المدينة اللي خارج أسوارها اتصلب ربنا يسوع المسيح. فكانت الرؤية أو كان التجلي على جبل طابور مرتبط ارتباط وثيق بموت ربنا يسوع المسيح. وكأن لو احنا بصينا للصليب فالوجهة بتاعته نلاقي فيها حزن وألم وفيها تعب وفيها جراحات وفيها دم وفيها موت، ولكن قصة التجلي كانت الخلفية المضيئة لقصة الصليب، إن في مجد، في مجد، مجد ابن الله الوحيد، مجد ابن الله الوحيد. سفر الرؤيا في إصحاح 11، وده موضوع طويل مش هقدر أتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي، ولكن فقط أشير إليه. في إصحاح 11 في سفر الرؤيا بيكلم تحت عنوان الشاهدان، ففي 11:3 يقول سأعطي لشاهدي
فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعدائهما. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. إلى آخر هذا الموضوع. برضو أكمل لغاية عدد 8. ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم مصر، حيث صلب ربنا أيضا. وباقي الكلام موجود في تتمة إصحاح 11. حكاية الشاهدان اللي مذكورة في سفر الرؤيا في إصحاح 11 برضو تقال فيها تفاسير كتيرة قوي. فمن ضمن التفاسير ناس قالوا إيليا وأخنوخ هيجوا عشان ما ماتوش هيجوا ويموتوا وبعدين يقوموا تاني، وناس قالوا موسى وإيليا، لأن الكلام هنا مرتبط بأن واحد منهم ليه سلطان أن يغلق السماء ما تنزلش مطر زي إيليا، والتاني ليه سلطان يحول المية إلى الدم زي موسى، فقالوا يبقى ده موسى وإيليا. الحياة تفاسير كتيرة في هذا الموضوع، الوقت لا يسمح أن أنا أدخل في تفاصيلها، ولكن أنا عايز أشير إلى حاجة مهمة قوي في التفسير، أن أنا أحب أشوف التفسير في سفر الرؤيا تفسير روحي مرتبط بشخص ربنا يسوع المسيح، لأنه إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه علشان إحنا نعرف كل شيء. فهو إعلان عن يسوع المسيح، فالشاهدان هنا ممكن قوي أن إحنا نفسرهم بمعنى روحي، أنهم يرمزوا أيضا للناموس والأنبياء، للناموس والأنبياء، لأن الناموس والأنبياء هم اللي شهدوا لشخص ربنا يسوع المسيح. لو أنت حطيت دي في اعتبارك وأنت بتقرأ إصحاح 11 هتلاقي تفاصيل عجيبة قوي عن الناموس والأنبياء وشهادتهم عن شخص ربنا يسوع المسيح. هتلاقي مثلا يقولك أن دول شهدوا 1260 يوم، و 1260 يوم لو اعتبرت اليوم بسنة حسب ما ربنا قال لحسخيال في 4:6 قد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة، يعني 1260 سنة. 1260 سنة مش معقول طبعا موسى وإيليا ولا أخنوخ وإيليا هيجوا يقعدوا 1200 سنة، ربما معرفش، لكن 1260 سنة ليها تحقيق عجيب جدا، إن من ساعة خروج موسى من أرض مصر وذبح خروف الفصح إلى تاريخ ذبح الرب يسوع المسيح على الصليب هم 1260 سنة، هم 1260 سنة. فهو بيتكلم عن شهادة الناموس والأنبياء عن شخص الرب يسوع وعن موت وقيامة ربنا يسوع المسيح. وبعدين في رؤيا 11 يقول، يتكلم عن جثتاهما، جثتاهما. ودي مشكلة في الترجمة أحب أشير ليها برضو، إنه أولا في النص اليوناني مش مكتوبة بالمثنى، هي مكتوبة بالمفرد. فلو هنقول جثتاهما يبقى الأصح نقول جثتهما. وثانيا الترجمة مش لازم تبقى جثتهما، لكن ممكن تبقى جسدهما، جسدهما. فاحنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم ان الناموس والانبياء
بتاع العهد القديم اللي بيمثله كلمة الله، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. فاحنا بنتكلم عن جسد الابن، جسد الابن الذي حل بيننا، وجسد الابن الذي رفض، وجسد الابن الذي قتل، وجسد الابن الذي قام في مجد وصعد للسماء وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. فظهور موسى والأنبياء، موسى وإيليا مع الرب يسوع على جبل التجلي، إشارة إن هذا هو الذي تكلم عنه الناموس والأنبياء، وهذا هو الذي حقق الناموس والأنبياء، وهذا هو الكلمة المتجسد اللي تجسدت فيه كلمة الله، أن هو اللوغوس، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة وحق. الحاجة اللي بعد كده، شافوا موسى وإيليا بيتكلموا عن خروجه، وقلت لكم كلمة خروجه أصلها موته، عن موته المزمع أن يكمله في أورشليم. وبعد كده التلاميذ كانوا نايمين، ابتدوا يصحصحوا فشافوا المنظر، فبطرس الرسول قال ليسوع، لربنا يسوع المسيح: يا معلم، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول، يعني قاله هو مش دريان هو بيقول ايه. واللي حصل ان هو قال كده، بص لا، موسى وإيليا اختفوا واتبقى المسيح وحده. هنا دي إشارة لطيفة وجميلة جدا. أولا بطرس كان بيعبر عن العقلية اليهودية اللي كانوا بيفكروا أن المسيح المسيح لما هيجي هيحتفلوا معه بعيد المظال، بعيد المظال. فلما بطرس شاف الرب يسوع وشاف موسى وشاف إيليا، قدر يعرفهم من منظرهم ومن شكلهم، وقدر يعرفهم من كلامهم ومن حديثهم مع الرب يسوع. فبطرس افترض على طول ان ده عيد المظال اللي احنا بنفكر فيه، فيلا خلينا بقى في المظال الأبدية دي بتاعة المسيح، ونعمل مظلة للرب يسوع ومظلة لإيليا ومظلة لموسى. ولكن هذا الكلام علق عليه القديس لوقا بالروح القدس، ويقول: ولم يكن يعلم ماذا يقول. يعني الكلام ده ما كانش دقيق قوي. ليه ما كانش دقيق قوي؟ لأنه عايز يعمل ثلاث مظال، واحدة للرب يسوع وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وكلمة مظال تبرناكل أو خيمة أو هيكل أو مذبح، يعني عايز يقول هنعمل هيكل للرب يسوع، ونعمل هيكل لإيليا، ونعمل هيكل لموسى. فالله في السماء قال له: انت بتقول ايه يا بطرس؟ بتقول ايه حبيبي؟ انت حطيت الرب يسوع زيه، زي موسى، زي إيليا، وعايز تعمل هيكل لده زي ما تعمل هيكل لده زي ما تعمل هيكل لده. انت نسيت يا معلمنا بطرس ان موسى وإيليا خدمتهم كانت رمز لخدمة المسيح. انت نسيت ان شهادة موسى وإيليا تحققت في يسوع المسيح. انت نسيت ان في يسوع المسيح الله يجمع كل شيء، مما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. انت نسيت ان موسى وإيليا كل خدمتهم وكل كلامهم وكل شرائعهم متحققة في يسوع المسيح. كان بالأولى تقول له: جيد يا رب أن نكون ها هنا ونصنع لك مظلة، ويسكن تحتها موسى وإيليا، ونسكن نحن فيها. لكن عشان تحط
الرب يسوع جنبه جنب موسى جنب إيليا، ده كلام غلط، ده كلام ما ينفعش. ومن لحظتها اختفى موسى وإيليا من الصورة خالص، بصوا لقوا الرب يسوع لوحده. هنا بيظهر مجد الابن الوحيد، مجده الذي لا يقارن به أي مجد آخر، لأن كتير قوي إبليس بيتوهنا عن النظر إلى ربنا يسوع المسيح وندخل في تفاصيل كتيرة قوي، زي ما بطرس دخل في تفاصيل موسى منبهر بموسى منبهر بإيليا وعايز يعمل لموسى وإيليا زي ما عايز يعمل للمسيح. فالآب السماوي ما عجبوش الحكاية دي، اختفى موسى وإيليا من الموضوع، وجاء صوت من السماء وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. وهنا الحلو، الحلو في الوحي المقدس انه اكد ان الصوت جه بعد اختفاء موسى وإيليا، لان الصوت لو جه وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وموسى وإيليا كانوا موجودين، كان ممكن واحد يقول ده بيتكلم عن موسى، أو كان ممكن واحد يقول ده بيتكلم عن إيليا، ولكن اختفاء الاثنين من الصورة بيحقق تماما أن هذا هو الابن الوحيد الذي به سررت، هذا هو رئيس الأنبياء، هذا هو رئيس الإيمان ومكمله ومحققه، هذا الذي أمام مجده يختفي مجد موسى، هذا الذي أمام مجده يختفي مجد إيليا، هذا الذي أمام مجده يختفي كل مجد بشري مهما كانت عظمة هذا الإنسان أو هذا النبي أو هذا المتكلم. فاختفى موسى وإيليا من الموضوع. أنا يهمني النهاردة في ليلة عيد التجلي مين اللي ظاهر في حياتي، مين اللي ظاهر في ذهني، مين اللي ظاهر في قلبي؟ هل الرب يسوع معلن بمجد فيا؟ هل هو ظاهر في قلبي بكل مجده زي ما ظاهر على الجبل، ولا أنا الصورة قدامي مشوشة وشايف المسيح زيه زي موسى زي إيليا زي أي حد من الأنبياء؟ إذا رصيت كل أنبياء التاريخ، الأنبياء اللي هم أنبياء بالحقيقة مش الأنبياء الكذبة، وحطيت في وسطهم المسيح يختفي كل نور الأنبياء، لأن صوت الآب السماوي بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. احنا بنطلب من الله أن يعطينا النعمة أن يعلن ابنه فينا، في حياتنا وفي خدمتنا في كرازتنا في كنيستنا في بيوتنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.